معايا بواقي رز مصري طبعا، احنا عاملينه من امبارح. ممكن حضرتك تستخدمي بواقي رز عندك، عامله فته مثلا، فضل حبه رز، عامله خضار وعامله جنبيه رز ابيض وفضل منه حبه، يبقى هنستخدمه. عندي طماطم مبصوره، عندي بصل مفروم، عندي ثوم مفروم، عندي فلفل حامي مفروم، عندي فلفل الوان مفروم، كل دوت مفروم. طيب مكون من المكونات اللي معايا ديت مش موجوده شيليها، ما بتفرقش معايا خالص. مكون من المكونات اللي موجوده دي شيليها. انا حطيت زيت، لا ممكن اشيله عشان انا عايزه استخدم سمنه. وعندي التوابل بتاعتي، عندي مستكة عشان ادي بقى تطعيمه حلوه كده لحبه الرز بالشكل ده كده، وعندي لورا بودر وعندنا قرفه بودر. دي الفراخ. طيب تمام. وملح وفلفل اسود. انا حطيت هنا سمنه كده يا حمدي اهي، ونزلت فيها في صوص المستكة. واول ما نزلت في صوص المستكة مش قادره اقول لكم الروائح الحلوه طالعه عامله ازاي. طيب عندي بصل وعندي فلفل وعندي طماطم، انزل بايه الاول؟ هنزل بالبصل طبعا. بسم الله. انا مش عايزه ان هما يتحمر، لا انا هو بس بالنسبه لي يا دوب يدبل. هنزل عليه بالفلفل، نص فلفلايه كده من كل لون. ما عندكيش يا ست الكل الفلفل الالوان، ما عنديش اي مشكله، حطي فلفلايه رومي، حطي قرن حامي، مش هيقول لك لا. بالشكل ده كده عايزه اطلع التوابل الحلوه بتاعتنا والروائح الحلوه، واروح حاطه فلفل اسود. عايزه تحطي مكعبين مرقه، ما عنديش اي مشكله، هيطلع معاكي زي الفل. هحط التوابل بتاعتنا كلها، وهحط الثوم عشان يطلع الروائح الحلوه بتاعته، وادي الفلفل الحامي. حمدي صوتك مكتوم وانا مش سامعه، يعني انا سامعاك بتتكلم بس مش مفسره بتقول ايه. بص كده، شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما نتشوح شويه مع بعضه كده، انزل بالطماطم المبشوره. كل ده احنا بنعلي تيست الحاجه اللي عندنا، ومن كل حاجه حاجات بسيطه، واللي مش موجود يا ست الكل ما تعملهوش. عملت بالشكل ده كده، عايزاه ينشف شويه عشان السوائل اللي نزلت مننا. ايه السوائل دي؟ احنا ما حطيناش ميه نونه، ما حطيناش ميه، لكن حطينا بصل، حطينا فلفل، حطينا كمان طماطم مبشوره، كل دي بتبقى سوائل. انا مش عايزاها. تبصوا السوائل دي بتغلي ازاي؟ كل السوائل دي انا مش عايزاها، انا عايزه ده ينشف. ليه عايزاه ينشف؟ عشان لما انزل الرز عليه اللي هو البايت بالشكل ده كده، ما يبداش ان هو يبقى معجن، لا انا عايزاه يبقى مفلفل زي ما هو. فالمكونات ديت لو نشفت ورجعت نزلت عليها الرز هيديني النتيجه اللي انا عايزاها. لكن لو المكونات بتاعتنا اللي في الحله لسه فيها سوائل وجيت نزلت عليها الرز، هلاقيه ان هو عجن، وهتبقى حاجه انا مش حباها. طيب على ما السوائل بتاعتنا تتشرب، هبدا ان انا افصص كده الفراخ. هي طبعا سخنه عشان لسه مسلوقه بالمنظر ده، ونفصصها تفصيص عشوائي. مش شرط ان انت تقطعيها بالسكينه او ان انت تديها كلها شكل واحد، ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده. طيب اللي على النار تمام وماشي وزي الفل. طيب عايزه اقول لكم كمان حاجه على الرز البايت. ناس كتير بيبقى عندها رز بايت وعايزه مثلا تاني يوم تعمل صنف خضار، والرز عندها كتير، كانت مثلا عامله فته، عامله رز ابيض، عامله خضار امبارح وولادها ما كلوش الرز وعايزه تعمله تاني يوم النهارده، تاني يوم، وتقول لك ايه؟ ولادي يا نونا ما بياكلوش الاكل البيت، والرز استحاله ان هم ياكلوه بيت. تعملي ايه يا ست الكل علشان الرز يبان كانه لسه معمول؟ كانه لسه معمول، حتى لو بيت عندك وهتقدميه تاني يوم رز ابيض عادي. بقيه الناس بتسخن الرز ازاي؟ بتروح حاطه لك حبه سمنه، بتروح حاطه عليه الرز وتفضل تشوحه. لا، ده ينشف لك الرزايه ويبين لك، حتى لو هي مش باين ان هي بايته، هيبينها ان هي بايته اكتر. طب اسوي الرز ازاي او اسخنه ازاي؟ حد هيقول لي نسخنه في الميكرويف، لا برضه، ده برضه هيخليه ان هو ينشف والوش بتاعه ينشف، وهيبان ان هو متسخن. طيب لو انت عايزه تسخنيه في الميكرويف، سخنيه جوه كيس. لو عايزه تسخنيه في الميكرويف، سخنيه جوه كيس، كيس من اكياس التلاجه، حطي فيه الرز البايت ودخليه في الميكرويف 30 ثانيه، في 30 ثانيه كده هتلاقيه ان هو طلع معاكي اكنك لسه عاملاه. دي طريقه. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ الطريقه الثانيه ان حضرتك هتسخنيه على البخار. يعني ايه اسخنه على البخار؟ يعني هتحطي حله فيها ميه وعليها مصفى، والميه ما تبقاش واصله للمصفى علشان ما تطلعش بخار ويبقى عامل زي المبلول. ف
طيب هنحط المصفى ونحط فيها الرز ونبدا ان احنا نحط فيها الميه المغليه ونسيبها تغلي، فالبخار اللي هيطلع من الميه المغليه هيسخن لنا الرز، وكل 5 دقايق اديله تقليبه. خلاص تمام وزي الفل، روحي نقلاه في حله وحطي معلقه سمنه على الوش، ما تعمليش اكتر من كده، او معلقه زبده، ما تعمليش اكتر من كده، هيبقى الرز اكنك لسه عاملاه حالا حالا وطالع بنار البوتاجاز كده، ومحدش هيصدق ابدا ان الرز ده كان بايت ولا الرز ده انت عامله له اعاده تدوير، وهياكلوه صحتين وعافيه وهيبقوا مبسوطين بيه جدا اكنك لسه عاملاه. يبقى كده وفرت الرز ما رميتهوش، اديتي صنف جديد اكنه ما لسه معمول، وفعلا فعلا مش هتحسي بان في اي فرق في التطعيمه بتاعته. طيب الخضار اللي احنا حطيناه بدا ينشف معايا والسوائل بتاعته تنشف، نزلت كده بالشكل ده، ببدا بقى افكك الرز بالمنظر ده كده عشان يبقى مفلفل معايا ويشرب من كل المكونات اللي احنا حطيناها. طيب خلوا بالكم ان الرز اصلا متملح، فما ينفعش ان انا ازود الملح في الخلطه او في التتبيله اللي انا حطاها عشان ما الاقيهوش بعد كده مش وارجع اقول يا نهار ابيض ده طلع حادق من ايه وابقى اقعد احتار. لا، لو حدقنا الحياء بتاع التتبيله هيطلع معايا حادق جدا. تمام وزي الفل، تمام وزي الفل، اشيل من على النار. ايه ده خلاص كده؟ اه، لان انا لو فضلت حطاه مده زياده على النار هيستوي زياده والاقيه معجن، لكن انا هو اصلا مستوي، فانا يا دوب التشويحه دي اللي هو شارب بالمكونات بتاعتنا كده. تمام وزي الفل. نيجي بقى للفراخ. طيب انا حطيت حبه زيت على النار، وهبدا ان انا عندي فص ثوم مش هنعمل لها بصل لان انا حاطه بصل اصلا هنا في الرز. هعمل كده، انا كده بقى بطعم الفراخ المسلوقه اللي كانت بايته عندي. حطيت فص ثوم، هنزل بالتوابل الحلوه بتاعتنا كده كده. نعم يا حمدي من السما. المنظر ده، واروح جايبه الفراخ المسلوقه وانزل بيها على ده. بسم الله الله اكبر. عايزه بقى تحطي فلفل الوان، عايزه تحطي بصل لو انت اصلا عندك فراخ بايته وعايزه تعملي صنف ومش هتعملي الرز ولا اللي احنا بنعمله ده كله. انا بديكي اختيارات، بديكي اختيارات. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا عندي نص فرخه او عندي ورك فرخه او صدر فرخه ايا كان، وعايزه اجي تاني يوم مش هعمل رز ولا الكلام ده كله يا نونا، اعمل ايه؟ بصلتين كبار كده او ثلاثه، اعمليهم جوليان مع فلفلتين مع قرن فلفل حامي مع فص ثوم مفروم، شوحيهم كلهم مع بعض في معلقه زبده او معلقه زيت، انزلي عليهم بالفراخ مع معلقه صلصه، بقى عندك صلصه. تعملي جنبيه مكرونه او ان انت تعمليها سندوتشات كده، يبقى انت كترتي الكميه بصدر فرخه واحد بالشكل ده كده. الفراخ ريحتها هايله هايله هايله. طيب طبعا هي مستويه وانا محتاجه بس التشويحه اللي انا عملتها دلوقتي ده، ومش هسيبها برده كتير على النار لان انا حاطه لها ثوم مش بصل، فمش عايزه الثوم ياخد تسويه زياده علشان ما احسش بعد كده ان هو اتحرق ومرر معايا. كده بقى عندي الرز جاهز والفراخ جاهز. طيب هعمل ايه دلوقتي يا رغده؟ هنعمل كده، هنجيب الطواجن البايركس بتاعتنا وهنبدا نوزع اللي احنا بنعمله. ان انا اخد كده الرز اللي احنا عاملينه من بواقي الرز ده، كده من بواقي الرز، ما عملناش رز جديد، عاملين منه اهو طاجنين. فاكرين الرز اللي انا عملته مع الحمام المخلي؟ نفس الطريقه نفس الطريقه، وكان طالع الله اكبر اللهم بارك، محدش داقه الا لما قال لي استحاله ده يكون معمول مستوي، افتكروا ساعتها ان الرز معمول مع الحمام ومستويين في الفرن، ما صدقوش ان هو معمول ببواقي الرز. بصوا هنعمل كده، عملنا 2 طاجن من بواقي الرز اللي عندنا. نعم عيني، حاضر، يلا يلا يلا. تعالوا نطلع فاصل، وهعمل ايه في الفاصل؟ كل اللي هعمله ان انا هاخد الفراخ بتاعتنا دي هوزعها على الطاجن من فوق. هو كده خلاص يا نونا؟ لا،
اهم من الشغل ظبط الشغل. يعني ايه؟ يعني لسه في طبقه هتتحط على الوش علشان يدخل الفرن ويدينا شكل برام الرز المعمر. الطبقه دي بقى على حسب ما حضرتك عايزه، عايزه تحطيها جبن، عايزه تحطيها بشاميل، بس انا النهارده عامله ميكس. ايه هو الميكس اللي انا عاملاه؟ بعكرت في التلاجة ولقيت علبه ايه، علبه كريمه. هقلب علبه الكريمه ديت مع كوبايه حليب واطلعها على النار. هتطلع على النار تبدا تتقل معايا، لما تتقل معايا هتديني تطعيمه حلوه جدا للرز اللي انا بعمله. هروح حطها على الوش، هروح حطها في الفرن ياخد الوش بتاعه وكده بقى تمام. مش محتاجه حاجه زياده غير الطواجن ديت او البرامات دي تتاكل بالهنا والشفا على قلبكم. ادي الحليب اهو الكريمه، نبص عليها كده يا حمدي. اهي اجيبها، ادي الحليب والكريمه. هطلع فاصل، وعلى ما ترجعوا لي من الفاصل انا هحط كده طاسه على النار وهحط الحليب مع الكريمه واديهم تقليبه، بس مش هحط لها ملح خالص، مش هحط لها ملح، انا معتمدي كله على الملح والتطعيمه والحياء اللي انا عاملاهم في البراميل. وهبدا ان هم يتقلوا معايا واروح حطهم على الوش. يدخل تحت في الفرن تحت الشوايه 5 دقايق، ياخدوا اللون الحلو اللي انا عايزاه ويبداوا ان هم يتلسوعوا كده، واروح مطلعهم اسيبهم يهدوا. وصحتين وعافيه على قلبكم. احلى طاجن رز بال معمر بالرز البايت او ببواقي الرز هتاكلوه في حياتكم. اعملوه بنفس الطريقه اللي انا عملتها دي، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوه بعد. من ايه؟ خدت الخليط اللي احنا عملناه، كان عباره عن ايه الخليط ده؟ كان عباره عن حليب، وكان عباره عن شويه كريمه، حطيتهم على بعض كده على الوش. بس عايزه اقول لكم على حاجه، لما انا حطيتهم على الوش وبداوا ان هم يغلوا ما ادونيش التقل اللي انا عايزاه. امال انا عملت ايه؟ بسرعه رحت جايبه معلقه دقيق مدوباها في ربع كوبايه ميه، ورحت حطاهم على بعض تقلت في ساعتها. اهم حاجه تدوبي الدقيق بره، اوعي تحطيه سخن على الكريمه والحليب وهما بيعملوا بيغلوا مع بعض بالشكل ده. كده بنبدا ان احنا نوزع كله على الوش. لو عندنا شويه جبن بنحطهم عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. مش عايزه تعملي الكريمه والحليب، تبداي بص. طب ما انا بجيب معلقه صغيره، انا عامله في نفسي كده ليه؟ فكرتني المعلقه ديت بالمعلقه اللي الدكتور الدايت بيقول عليها، اللي هو تاكل معلقه واحده يروحوا جايبين الكبشه. بالشكل ده كده ندخل تحت الشوايه. انا مش عايزه فرن، انا عايزه تحت الشوايه ولا اكتر ولا اقل. هروح مدخلاهم كده يا دوب ياخدوا لون وبس، كل حاجه اصلا فيهم مستويه فيا دوب ياخدوا لون ونطلعهم. محمد ابراهيم الفرن. بصوا كده، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده